السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل شرح الهاش ماب. والحقيقة الهاش ماب واحد من أهم الكلاسز اللي اتعملت في الجافا، هي والهاش تيبلز. طبعا كلهم من الديتا ستراكشرز الأساسية اللي بنحتاجها علشان نقدر نتعامل مع مجموعة من السيتويشنز المختلفة. فكرة الهاش ماب إن أنت يبقى عندك تو كيز، كي بنسميه، أو يبقى عندك بيرز، زوج من سترينجز أو سترينج وانتجر، ويبقى الكي الاولاني بنسميه كي، او الحاجه الاولانيه بنسميها كي والحاجه الثانيه بنسميها فاليو. فانت دايما عندك مثلا كي وعندك فاليو، زي مثلا اليوزر نيم والباسورد، اشهر اكزامبل مثلا العمله والمقابل ليها في المصري، اللي ما اعرفش اي حاجه عباره عن بيرز، ها سعر ما اعرفش الحاجه بالدولار، اي حاجه هي عباره عن بيرز نقدر نحطها جوه هاش ماب. وطبعا بيبقى شكلها قريب جدا للليست اللي احنا عملناها، الاري ليست. وزي ما انت شايف كده اهو، بتقول هاش ماب اللي بتاخد سترينج وسترينج، اقدر احط لها انيشال سايز. هنا انت بتقول والله ان الكي بتاعك هيبقى عباره عن سترينج والفاليو كمان هي عباره عن سترينج. طبعا ممكن تبقى انتجر، اي حاجه ورث الاوبجكت كلاس تقدر تحطها جوه الهاش ماب بتاعتك. طبعا الميزه بتاعت الهاش ماب ان رقم واحد الحاجات بتاعتك بقت مش اوردر، ده مش زي الاري ليست، بقت بتتشال عباره عن بيرز خلاص. وزي ما انت شايف كده الفانكشن اللي اسمها جيت، ها بتاخد اوبجكت، وبوت بتاخد كي وبتاخد فاليو، ريموف بتاخد اوبجكت. طبعا الهاش ماب سريعه جدا، وتقدر تستخدمها في سيتويشنز كتيره جدا. تعال نتفرج ازاي نقدر نستخدمها. هنا مثلا هنستور اليوزر نيم والباسوردز اهو، هاش ماب سترينج وسترينج، هحط فيها اينشتاين والفاليو كذا، مانديلا والفاليو بتاعته كذا. اقدر انادي على فانكشن اسمها جيت وابعت لها هنا اينشتاين، فترجع لي الفاليو بتاعت اينشتاين اللي هي الباسورد. اقدر اعمل فور ايتش لوب، اقول والله طول ما انت عندك كي كولكشن اهو، ادي الكولكشن اللي انت هتشوف عليه كل الكيز. فلو انا عندي هنا كده حاجه بالمنظر ده، ده اسمه كده كي. فانت هنا بتقول ايه، لوب على كل الكيز اللي موجوده عندك، ها وبعدين كل كي تقف عنده، روح هات الفاليو اللي موجوده قصاده. طبعا الهاش ماب تقدر تستخدمها بقى في حاجات تانية كتير. فاكرين مثلا لما اتكلمنا عن الانكريبشن ديكريبشن بروجرام، وقلنا ان في نوع من انواع الانكريبشن بنسميه الماب انكريبشن. فاقدر طبعا في الحالة دي استخدم الهاش ماب علشان احط الماب لكل الكاركترز اللي موجودة عندي. زي اقول كده هعمل هاش ماب فيها سترينج وسترينج، واحط هنا كل اللترز الالفابيتس بتاعتي A B C D E، وبعدين احط رموز زي ما انت شايف كده راندوم، والرموز دي تبقى بتعبر عن الحروف بتاعتي. واجي هنا اقول مثلا هندخل وورد زي كلمة باد، واعمل لوب صغيرة، ها اعمل فيها انكريبشن عن طريق كلمة ماي تيبل دوت جيت نيم، فيروح اهو النيم الاول اللي هو اول حرف، النيم ده اللي هو اول حرف، فيروح ايه المقابل ليه دولار ساين استريكس، فيقوم جاي حاططه لك هنا ويجمعه على الانكريبتد تكست بتاعك. طبعا الماب انكريبشن عامه بيبقى دايما خطوه تانية في الانكريبشن الجوريزم بتاعك. يعني انت ممكن تعمل سيزر سايفرنج خطوه رقم 2، تعمل ماب انكريبشن، بعدين تعمل سيزر سايفرنج تاني، فده يطلع كومبلكس انكريبشن الجوريزم، طبعا غير ان انت تستخدم بس السيزر سايفرنج لوحده. طيب يا ترى ايه الفرق بقى بين الهاش ماب والاري ليست؟ الحقيقه الاري ليست بتمبلمنت حاجه اسمها ليست انترفيس، اما الهاش ماب بيمبلمنت حاجه اسمها الماب انترفيس. الميموري كونسبشن في الاري ليست بيبقى لو، اما في الماب طبعا بيبقى هاي، لان انت بتستور كيز بيرز. الاوردر في الاري ليست مينتيند، وده مهم جدا ان انت بتحط الاوردر شكله عامل ازاي. اما في الهاش ماب ما يهمكش الاوردر، لكن يهمك الكي والفاليو، ودول ما بيبقاش عندهم اوردرز. الاري ليست بتالاو دوبليكتس، اما الهاش ماب ما بتعملش الاونج لدوبليكتس. يعني انا مثلا لو جيت هنا في التيبل في الهاش ماب بتاعي حطيت كي اسمه ايه وكي اسمه ايه، هياخد اخر فاليو انت حطيتها وهيعمل ديسكارد للفاليو اللي انت حطيتها قبل كده، عشان كده ما بيعملش الاونج ليه ان انت يبقى عندك دوبليكتس. النال طبعا ممكن يبقى لها كذا ريبريزنتيشن في الاري ليست، لكن في الهاش ماب مش هيبقى لها غير ريبريزنتيشن واحد. الجيت ميثود هنا بتجيب لك الايتم بالاندكس بتاعه، هات الايتم رقم 0 الايتم رقم 1، لكن هنا انت بتعمل فيتشنج للايتمز بتاعتك بكورسبوندنج كيز. طيب
تعالوا نتفرج كده على شكل الهاش ماب في الكود، بيبقى شكلها عامل ازاي. هنا مثلا عامل هاش ماب اهي، سترينج وسترينج، بتاخد اسمها ماي تيبل، هبتدي احط هنا فيها الالفابت اللي على مزاجي. وخد بالك هنا انا هحط لكل حرف هحط له بس one representation. هاجي هنا احط كلمة باد، وبعدين اعمل لها هنا انكريبشن اهو، اسيرش على كل ايتم، اروح اجيب الجيت نيم بتاعه. وبعدين تعالى نشوف الرن بتاع البروجرام ده هيطلع لنا ايه. طبعا ادي كلمة باد اللي احنا مدخلينها هنا اهي، ادي كلمة باد. لو بصيت هنا الانكريبشن بتاعها طلعوا البي بقت 5 آت، المعرفش الدولار ساين حرف الاي بقى عبارة عن دولار ساين. وهنا بقى لو انت خدت بالك، لو انا قمت جاي حاطط كي تاني لحرف الاي، كي تاني اسمه دي دي، وقمت جاي عامل رن تاني، هيعمل اجنورنج لاول كي، ماليش دعوه بيه خلاص. عشان كده بقول لك ات داز نوت الاو دوبليكتس، هياخد اخر واحد واي حاجه انت حطيتها بعد كده ولا كانه شايفها. طبعا الهاش ماب بيساعدنا، بيحل لنا مشاكل كتيره جدا، واسرع جدا في الاكسكيوشن بتاعه، وهكذا. بعد كده هنبتدي نتكلم على الابستراكشن كلاسز او الابستراكت كلاس. هي الابستراكت كلاس كان المفروض يتشرح لك في شابتر 3، لكن انا حبيت اجله علشان تبقى فاهم ان احنا دلوقتي عندنا اربع انواع من الكلاسز. اول نوع كنا بنسميه كونكريت كلاس، اللي احنا بنكتبه من اول السنه، كلاس كل الفانكشنز اللي فيه امبلمنتد. تاني نوع بنسميه سيلد كلاس، وده كلاس الكونستراكتور بتاعه برايفت، ده معناها ان انا ما اقدرش اعمل اوبجكت منه. تالت نوع كنا بنسميه انترفيس كلاس، وده كلاس ما فيهوش غير هيدرز للفانكشنز، وما فيهوش اي امبلمنتيشن خالص لاي فانكشن. النوع الاخير اللي هنتكلم عليه النهارده بنسميه ابستراكت كلاس. هي ابستراكت كلاس هو شبه الكونكريت كلاس، لكن بيختلف ان في بعض الفانكشنز مكتوب لها بادي وبعض الفانكشنز مش مكتوب لها بادي، وهو ده الاختلاف. فهو ما بين الانترفيس وما بين الكونكريت كلاس. الانترفيس فيه بروتوتايبس، الكونكريت كلاس كل الفانكشنز امبلمنتد، الابستراكت كلاس حبه امبلمنتد وليهم ديفولت امبلمنتيشن، وحبه ما لهمش امبلمنتيشن. وطبعا بيتعامل معامله الانترفيس كلاس، لكن بتاكستند مش بتامبلمنتس، وبعد ما بتعمل اكستند بتروح تكتب البادي بتاع الفانكشنز بتاعتك. هنا بيوري لك اكزامبل، مثلا لو انت عندك ستور بيبيع شويه حاجات، فعندك هنا كلاس اسمه ايتم، وبعدين الايتم ده عنده حاجه اسمها جيت برايس، فانكشن اسمها جيت برايس موجود عند كل الناس، لكن سيت برايس مختلفه ما بين الميوزك دي في دي للفيديو دي في دي، هتبقى مختلفه. فيقول لك هنا طب ما تيجي نعمل جيت برايس دي نخليها ليها ديفولت امبلمنتيشن، لكن سيت برايس هي اللي يبقى فيها ديفرنت امبلمنتيشن، فما نعمل لهاش بادي عند الايتم ونروح نامبلمنتها عند بقيه الكلاسز. طيب خلينا نشوف كده اكزامبل على الابستراكت كلاس. لو انا هنا عندي كلاس اسمه ايتم، ولاحظ هنا الكلاس اللي اسمه ايتم ابتدينا نكتب جنبه كي وورد اسمها ابستراكت. الكي وورد دي موجوده في البي اتش بي، موجوده في الجافا، موجوده في السي شارب، لكن الحقيقه مش هتلاقيها موجوده في السي بلس بلس. السي بلس بلس ما عندوش غير هي حاجه اسمها كلاس، وتعمل حاجه اسمها بيور فيرتشوال فانكشن او فيرتشوال فانكشن وذاتس ات. الفانكشن ملهاش بادي بيبقى اسمها بيور فيرتشوال فانكشن، تقول الفانكشن اسمها ايكوال زيرو يبقى كده اسمها بيور فيرتشوال فانكشن. فانا لو جيت هنا قلت بابليك ابستراكت كلاس ايتم، اقدر اقول بقى هنا والله خد بالك بقى ان هنا بقى في اختلاف ما بينك وما بين الانترفيس، بما ان ده كلاس فاقدر احط فيه بروبرتيز، اما الانترفيس ما كانش ينفع احط فيه بروبرتيز خالص. واجي اقول هنا والله هعمل فانكشن اسمها جيت برايس وريتيرن فيها البرايس، اما الفانكشن اللي اسمها set unit price اولا هعرفها انها abstract، معنى كده انها ما بقاش ليها implementation، شايف السيمي كولوم اهي. واي حد هيextend الكلاس اللي اسمه item وليكن مثلا computers، اهو public class computer extends item، غصب عنك لازم تروح تكتب body للفانكشن اللي اسمها set unit price. زي مثلا انت تقول والله this مثلا dot unit price equals x مثلا، او زي ما انت عاوز خلاص، او ايكوال 50 ايكوال 60 زي ما انت عاوز. طبعا لو في اختلاف في الامبلمنتيشن اقدر اقول هنا ايكوال قيمه ثابته معينه مثلا 50 وخلاص، تمام.
وهو ده الاختلاف بينك وبين الانترفيس كلاس. طبعا لو ما كتبناش هنا حاجه طبعا على طول هيطلع لي ايرور اهو: كمبيوتر از نوت ابستراكت اند داز نوت هاف داز نوت اوفررايد الابستراكت ميثود اللي اسمها سيت يونت برايس. فلازم تروح تكتب البادي بتاعها. طيب تعال بقى نشوف. ادي اهو، ادي زي ما انت شايف كده بقدر اديكلير بروبرتيز. ادي اول اختلاف، اقدر احط فانكشنز ملهاش بادي، هو ده بقى اللي بيميز الابستراكت كلاس، واقدر احط فانكشنز ليها بادي. فعشان كده انا بيقول لك خد بالك ان في اختلاف ما بين الانترفيس وما بين الابستراكت كلاس. اول حاجه الانترفيس ما هوش كلاس، all methods are abstract ما لهمش بادي، and it may contains only constants. اقدر احط بس في الانترفيس constant لكن ما اقدرش احط فيه اي حاجه ثانيه. وطبعا هنا بيقول لك بقى خد بالك ان تقدر تعمل polymorphism باستخدام الانترفيس او الابستراكت كلاس. ما تقدرش تعمل اوبجكت من الابستراكت كلاس طبعا لان في فانكشنز ملهاش بادي. انت خد بالك القاعده العامه بتقول لك ما ينفعش تعمل اوبجكت غير من الكونكريت كلاس، غير كده ما ينفعش. طيب اخر حاجه بقى هنا بيقولها لك ايه؟ احنا عرفنا قبل كده ان الديفولت ريليشن شيب ما بين اي تو كلاسز هي مسج باسنج اسوسيشن، ولما الاسوسيشن يكتر يبقى اجريجيشن. هنا بقى بيقول لك كمان خد بالك ان كمان لو يا ترى نستخدم بقى الاجريجيشن ولا نستخدم الانهيرتنس. ويقول لك هنا خد بالك الاجريجيشن ممكن يبقى كومبليكيتد، يعني يبقى عندك اوبجكت بيتكون من سترينج والسترينج نفسه هو عباره عن اوبجكت، فيبقى عندك كومبليكيتد كومبوزيشن. فهنا بيقول لك يا ترى ايهما افضل، هل استخدم الكومبوزيشن ولا استخدم الانهيرتنس؟ احنا عرفنا امتى نستخدم الاسوسيشن والاجريجيشن، لكن يا ترى استخدم كومبوزيشن ولا انهيرتنس؟ فقال لك هنا لو انت عندك علاقه واضحه اسمها از ا ريليشن شيب، ده معناها او سمبلي تايب اوف، دي معناها انهيرتنس على طول. زي مثلا كده ايه، عندك بيتزا في منها انواع مارجريتا ومعرفش ايه، يبقى ده انهيرتنس على طول. لكن لو انت عاوز بس تريوز الكود بتاعك then it's not needed to use inheritance. Don't use inheritance for polymorphism as this case interfaces are better. فاكرين اول ما اتكلمنا على الانهيرتنس او البوليمورفيزم قلنا ايه؟ عندي concrete class وconcrete child واقدر اخلي البيرنت يشاور على الشايلد، بس هي فعليا ملهاش معنى. المعنى الادق ان انا بستخدم الانترفيس فور بوليمورفيزم. طيب نستخدم الكومبوزيشن لو عندنا علاقه هاز ا، يعني بيج كلاس بيوز فاسيلتيز اوفرد باي انذر كلاس. زي مثلا لما اجي اقول الكار بتيوز او هاز ا انجن، فيكل هاز انجن، فطبعا دي ساعتها تبقى aggregation relationship واضحه. composition to be more tends to be more flexible. قلت لك ان دايما قبل كده قلت لك composition بيشجع فكره الكوهيرنت كلاس، كلاس متماسك، فده بيبقى flexible than الانهيرتنس. لكن الانهيرتنس hierarchy more easier to read، خاصه لو انت عندك composition of composition of composition of composition، هتبقى صعب جدا ان انت تشوفها في الكلاس diagram. الانهيرتنس بيبقى اسهل. جنرال سبيكينج كومبوزيشن تندز تو بي مور كومن، عاده الكومبوزيشن بيبقى كومن لاكثر من الانهيرتنس. بكده نبقى احنا خلصنا شابتر 5. وخلينا كده نراجع شابتر 5. لخص لنا ايه او الملخص بتاع شابتر 5؟ اول حاجه فهمنا يعني ايه باينري فايل، فهمك يعني ايه باكج، فهمك يعني ايه اري ليست وهاش ماب، اشهر تو باكجز موجودين في الجافا، فهمك يعني ايه ابستراكت كلاس وايه فرقه عن الانترفيس كلاس، وفهمك يعني ايه هيتروجينيوس اريز، ان انا يبقى عندي اري متكونه من كذا اوبجكت. وبعد كده في الاخر خالص قال لك بقى العلاقه ما بين الكومبوزيشن والانهيرتنس والكومبوزيشن او الاجريجيشن. شكرا.